وللوقوف أكثر على استمرار الرفض الشعبي للنظام في إيران في ظل استمرار قمع القوات الأمنية للتظاهرات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. مرحبا بك معنا سيد نوري. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. أهلا بكم. رغم محاولات السلطات الإيرانية قمع الانتفاضة في الأحواز ضد سياسات النظام، لا تزال الانتفاضة مستمرة بل تتصاعد، وهذا يدفعنا للسؤال إلى أي مدى أو لماذا ترجع استمرار الزخم الثوري في الأحواز؟ حقيقة ترجع لاستخدام الزخم الثوري في الأحواز وباقي مناطق إيران نتيجة تراكمات وعدم انتباه السلطة وعدم التفاتها وعدم قدرتها على التعاطي مع الأحداث بشكل موضوعي. إيران الدولة، إيران الحكومة لا تستطيع اليوم أن تلبي حاجة المواطن فيما يتعلق بالخدمات، وهكذا استمرارها بسياساتها العنصرية في بناء السدود وحرف المياه من أعلى مصادره في جبال زاغروس نحو هضبة إصفهان، هذا هو قمة العنصرية الذي اليوم مع معظم الإيرانيين يعرفون ذلك ويتحدثون عن ذلك بصراحة في سواء في على مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا في شوارع طهران، في شوارع تبريز، في شوارع المدن الإيرانية الكبرى، ويتظاهرون ضد نظام خامنئي اليوم. نتيجة هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل هذا النظام، ونتطلع إلى وسعة المظاهرات في المستقبل أيضا. ماذا يعني برأيك وصول قائد الحرس الثوري إلى الأحواز لقيادة عمليات قمع التظاهرات؟ وصول حسين سلامي للأحواز هو جاء بأمر من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للتنسيق مع القطاعات المختلفة بين الجيش والحرس والمخابرات لغمع الانتفاضة وغمع الشعب العربي الأحوازي الثائر ضد هذا النظام الجائر وهذه السلطة الفاسدة الثيوقراطية والأبارتايد القائم بحق الإنسان العربي هناك وبحق العرب هناك. نعم. فهذا جاء للتنسيق، جاء كي يزيد الطين بلة، بمعنى أن يزيد الغمع بحق المواطن الأحوازي، ولكن هناك تمام، هو يذهب للأحواز لقمع التظاهرات، فتنتقل التظاهرات إلى طهران وتتوسع بذلك الاتجاه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك كل الشعوب في إيران اليوم في تواصل وفي نوع من التعاطف والتفهم لما يحدث في الأحواز، وهذا ربما يحدث لأول مرة في تاريخ إيران الحديث، حيث يتفهم المواطن الإيراني سياسات حكومته الفاسدة تجاه العرب ويحس بمعنى الكلمة العنصرية تجاه الإنسان العربي، حيث يتحدثون اليوم لماذا، يتساءل المواطن لماذا إيران الحكومة تريد تهجير العرب من موطنهم؟ هذا السؤال مطروح في الشارع الإيراني، وهذا هو مهم جدا اليوم يتعاطف المواطن الإيراني الآخر مع المواطن العربي الأحوازي في جنوب غرب إيران. نعم، مع استمرار التظاهرات يستمر القمع، وكأن الحكومة في طهران لا تجد حلا أو طريقة للحوار في هذا الموضوع إلا عبر القمع. الحكومة الإيرانية لم تسمح لحد الآن ببناء مؤسسات حزبية وسياسية ومؤسسات اجتماعية لدى الشعب حتى تستطيع في أي ساعة ما أو في أوقات المظاهرات وهكذا أوقات عصيبة أن تتفاوض مع هذه القيادات الاجتماعية والسياسية. عدم وجود هذه القيادات السياسية والاجتماعية نتيجة القمع المطول من قبل هذا النظام، وهو جاء بنوع من قيادات ميدانية يعني شبابية لا تسمع للحكومة ولا نظام الحكم بكل تأكيد، فلهذا الحكومة هي اليوم نوع دايخة بهذا الحراك الواسع الذي انطلق من الأحواز وصل إلى تبريز وهكذا إلى أذربيجان ولا كردستان وإلى طهران وحتى مشهد في شرق إيران وكرج في غرب طهران، ونتطلع أنه كل إيران المدنها سوف تشهد هذه المظاهرات لأنه تعاني من سوء الخدمات وتردي الوضع الصحي، انتشار الكورونا في إقليم بلوشستان وصل إلى 70% من المواطنين في إقليم بلوشستان جنوب شرق إيران هم يعانون من الكورونا، أصابة بالكورونا، فهذه كلها معاناة ومشاكل أمام المواطن في هذا البلد،
ولا حل من قبل الحكومة، فهذا لا حل يجب نتائج عكسية على الحكومة. ماذا عن الموقف الأمريكي؟ كيف تنظرون إليه؟ طلب مجموعة من النواب الجمهوريين عدم السماح لرئيسي بدخول أمريكا والوصول إلى الاجتماع. هذا كان متوقع، حيث إبراهيم رئيسي هو متورط في قتل 30,000 مواطن إيراني سجين سياسي كانوا في سنة 88، في أقل من عام 31,000 مواطن أصدروا حكمهم، كان يشرف على هذه العملية القبيحة واللا إنسانية إبراهيم رئيسي. نعم. وهكذا آخرين باسم لجنة الموت، وهو كان يرأس أعتقد لجنة الموت في ذلك الوقت. هذا الأمر كان متوقع، لكن تطلعات الإيرانيين بشكل عام اليوم يطلعون أن الإدارة الأمريكية أن تمارس الضغط أكثر فيما يتعلق بالموضوع الساعة، وهو حدث الأحواز. ما يحدث في الأحواز هو جريمة كبيرة من قبل النظام الإيراني، ينتظر الشعب الأحوازي وكل هكذا الشعوب في إيران ردة فعل غربية أوروبية أمريكية تجاه هذا الغمع المفرط والسجن الأبرياء نسائٍ ورجال. شكرا جزيلا لك من ستوكهولم، هذا ما ننتظره. شكرا لك من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة.